السلام عليكم. مرة تاني هنرجع للديترمينانت اللي هو 3 في 3، ولكن بأسلوب شيق وجميل وجديد. المرة اللي فاتت احنا كنا زي ما شفتكم كنا بنفك بختار اي صف ولا اي عمود وفك بيه، انما دلوقتي هقول لك ايه بقى. انا هشتغل بطريقة جديدة، طريقة اسمها كروس دياجونالز مالتيبليكيشن. يعني مثلا الاخ ده هو مدهولي وبيقول لي يلا لو سمحت هات الفاليو بتاعته. انا بقول له حاضر انا هاخده، ماشي اهو. وبعدين بسم الله الرحمن الرحيم هبتدي بقى ايه يا باشا، هبتدي ازود عليه حاجة. هزود اول عمودين، ماشي، اول عمودين اجيبهم ازودهم بقى فين؟ بعدي كده. دي اول خطوة. الخطوة التانية هنلعب لعبة. ايه هي اللعبة؟ تختار 3 3، شايف التلاتة دول تضربهم، شايف التلاتة دول تضربهم، شايف التلاتة دول اضرب بقى، وكل مرة قول لي النتيجة كام. تمام؟ يعني هنقول لما نحب نضرب هنا اضرب يا سيدي بسم الله الرحمن الرحيم، هنضرب كام؟ 2 × 7 × 5 2 × 7 × 5 هيديك 70، مش كده؟ ولو هنضرب، لو هتضرب 4 × 3 × 1 ده هيديك 12، اعملها بلس. ولو هتضرب نيجاتيف 1 مع 3 مع 6 هتديك نيجاتيف 18. بس الكلام ده الكلام ده بيساوي كام بقى؟ كام دول؟ دول هيدونا نيجاتيف 6 6، يبقى 64. انا حابب ان انا اطمن، نيجاتيف 6 يبقى 4 64، مظبوط. خلي الكلام ده الشغل كده الناحيه دي. تعال نلعب لعبه كمان اللي هي الاتي. هنضرب تاني ما تخافش، احنا هنضرب تاني. هنضرب تاني ازاي بقى؟ هنضرب دول، هنضرب دول، وهنضرب وهنضرب دول وهنضرب دول. بس يعني ناخد نيجاتيف 1 مع 7 مع 1 اضرب. تعال كده نحسب النتيجة على طول عشان ما نضيعش وقت. اوعى وشك، انا بحاول اتكلم بطيء عشان الناس تستوعب بس مش اكتر، انما انا ايه. طيب نضرب نيجاتيف 1 مع 7 مع 1 ده هيديني نيجاتيف 7. اتحرك اضرب لي 2 × 3 × 6 هيديك بوزيتيف كام؟ 6 × 6 يعني 36. بعدين هتضرب يا سيدي 4 × 3 × 5، 4 × 5 ب20 × 3 ب60، يبقى بلس 60. الإشارات يا جماعة الله يهديكم، الله يهدينا جميعا ويصلح حالنا. الإشارات 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 يطلع كام الكلام ده؟ عندك إيه؟ هنا كده كده 90، بس في 6 زيادة. 90 ارجع 1 يبقى 89، 90 ترجع 1 يبقى 89. انا كده اشتغلت تمام. يعني احنا نضرب في الاتجاه ده 1 2 3، واكتب واحسب النتيجة، اكتب واحسب النتيجة. بعد كده بعد كده هضرب في الاتجاه ده 1 2 3، ماشي، ونحسب النتيجة. بعد كده نعمل ايه يا حلوين؟ تاخد بقى الاول ماينس التاني، يعني سيادتك الحسبة الاولى طلعت لك 64 ماينس الحسبة التانية طلعت 89. قول لي بقى الكلام ده بيساوي كام؟ طبعا يطلع بالنيجاتيف، وهيبقى عندك هنا 5 وعندك هنا كام دول؟ 2 25 89، مظبوط كده. بس كل سنة وانت طيب، طريقة جميلة، ماشي. نشوفكم بخير، السلام عليكم. دعواتكم، اشتراككم.